أكيد سمعتوا كلمة يا معوض. يستخدم العراقيون كلمة يا معوض بكثرة. من أين جاءت هذه التسمية وما هو معناها؟ جاءت هذه التسمية من مدينة السماوة، مدينة الكرم والطيب، مدينة ثورة العشرين ومدينة الثوار، شعلان أبو الجون ومحسن أبو الطبيخ وغيرهم من الأجاويد. وقصة هذه الكلمة جاءت من أحد شيوخ القبائل في مدينة السماوة، اعتاد على فعل الخيرات والمكرمات بين أهله وبين قبيلته، ولكون رئيس قبيلة يطلق عليه عدة تسميات وألقاب، منها المحفوظ وطويل العمر والمعزوز والقليط إلى آخره من الألقاب اللي تليق به. أبناء القبيلة أرادوا أن يختاروا لهذا الرجل الطيب لقب يليق به وبمكارم أخلاقه وكرمه العالي والمستمر، فاتفقوا أن يقولوا له يا معود على فعل الخير، أو يا معود على الخير، أي المعتاد على هذه الأفعال والخصال الحميدة. ولكن إن المجتمع يحب الاختصار أصبحت مع مرور الزمن والأيام يا معود، واستمرت ومنها جاءت هذه التسمية وأصبحت مشهورة بين الناس. إن شاء الله عجبتكم وعرفتوا معنى كلمة يا معود. انتظرونا إذا أردتوا تعرفوا أسماء ومعاني جديدة في برنامج سوالف قبل.